فسبحه وأدبار السجود. ثم قال جل وعلا مبينا قرب الأجل الذي أنكروه، قرب البعث، مبينا قرب البعث الذي أنكروه وأنه ليس ببعيد. واستمع يوم ينادي المنادي، وهو وهو إسرافيل، إسرافيل الذي ينفخ في الصور يوم ينادي المنادي، أي يوم ينفخ في الصور نفخة البعث، يوم ينادي المنادي يعني يوم ينفخ نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون من مكان قريب، لأن المنادي من مكان بعيد لا يسمع، فهو ينادي من مكان قريب الله أعلم به، ولكن الحكمة في كونه قريبا لأجل أن يبلغ الناس، أن يبلغ الناس كلهم من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، هذا هو النداء، صيحة البعث، يوم يسمعون الصيحة بالحق أي البعث الذي هو حق لا مرية فيه، وهو الذي أنكروه واستبعدوه، هذا سيحصل عما قريب. فلا تستبطئه لأنه قريب، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، دعوة واحدة ما في تكرار، دعوة واحدة يسمعها كل من تحت التراب فيخرجون لأمر الله سبحانه وتعالى. ذلك يوم الخروج، الخروج من إيش؟ من القبور. ذلك يوم الخروج من القبور، وذلك أن الله ينبت الأجسام، ينبت الأجسام من القبور، ينبتها حتى إذا تكاملت خلقتها وهي ليس فيها أرواح، تكاملت خلقتها يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فتطير كل روح إلى جسدها وتدب فيه تسري فيه فتعود إليهم الحياة، ومنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يخرجون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر، وما يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا كأنهم إلى نصب أي علم يوفضون يسرعون لا يتأخر منهم أحد. ذلك يوم الخروج أي البعث من القبور، لأنهم كانوا تحت التراب وفي قبورهم، ثم إذا ناداهم المنادي ودعاهم الداعي خرجوا من قبورهم لا يتخلف منهم أحد. وقال جل وعلا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، هذا رد على المشركين، الله جل وعلا يحيي ويميت
يحيي يوجد من العدم وهو البداية ثم يميت الأحياء، يميت الأحياء بعد حياتهم ثم يبعثهم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أحياهم من العدم في بطون أمهاتهم ثم أحياهم بعد موتهم من القبور. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أي مرتين، نحيي ونميت وإلينا المصير. فالإحياء والإماتة من اختصاص الله جل وعلا، لا يقدر عليها عليهما غيره. ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام للجبار ربي الذي يحيي ويميت، فأراد أن يكابر فقال أنا أحيي وأميت. وما معنى كونه يحيي ويميت؟ قال إنه يأتي بالشخص يستحق القتل فيسمح عنه يكون أحياء، ويقتل من أراد ويميته. هذا الإحياء والإماتة بزعمه. إبراهيم عليه السلام عدل عن هذا الهذيان، وجاء له بشيء لا يمكن أن يغالط فيه، لا يمكن أن يغالط فيه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما يمكن يغالط في هذا. فالحاصل أن الإحياء والإماتة أنها من شأن الله جل وعلا، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. وإلينا المصير أي المرجع والمآب، كل الخلق يصيرون إلى الله، لا أحد يهرب أو يتخلف، المؤمن والكافر والعاصي والمطيع والبر والفاجر والجبار والطاغية كلهم يرجعون إلى الله بأعمالهم، يرجعون بأعمالهم. لا المؤمن لا يضيع عليه شيء من عمله، ولا الفاجر والكافر يضيع عليه شيء من عمله، فالمصير إلى الله جل وعلا. وما دام المصير إلى الله فالمؤمن يطمئن ولو أصابه ما أصابه من أذى الناس، يطمئن. والكافر والطاغية لا يتمادى، فإنه يعلم أن مصيره إلى الله، فهذا تهديد منه سبحانه وتعالى في أنهم وإن طغوا وبغوا وتجبروا في الأرض فإنهم لا مهرب لهم عن الله جل وعلا، وأن مصيرهم إلى الله. ثم قال جل وعلا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، هذا مثل ذلك يوم الخروج، خروج من القبور. ما كيفية الخروج؟ أنها تشقق الأرض عنهم، كانوا من قبل الأرض مطبقة عليهم صامتة عليهم، فإذا جاء البعث تشققت وخرجوا منها، مثل ما يخرج النبات والبذور التي في الأرض، أن تمر على الأرض جردة ليس فيها شيء، فإذا جاء المطر تشققت وخرج منها النبات. كذلك في البعث تتشقق الأرض ويخرجون منها كما يخرج النبات. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا بسرعة، لا تأخر فيها. ثم قال جل وعلا ذلك حشر علينا يسير، حشر الناس وجمعهم على كثرتهم من أولهم إلى آخرهم يسير على الله، لأن الله لا يعجزه شيء
ولا يهربون ولا يهربون من سلطانه وقضائه وجمعه لهم، لا أحد يستطيع الهروب والاختفاء، ولا أحد يستطيع يكذب أو يجحد، كل شيء مضبوط عليه ومدون عليه. ذلك حشر علينا يسير، مثل قوله وما مسنا من لغوب. فكما أن الخلق يسير عليه فكذلك الحشر، جمع الأولين والآخرين يسير على الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا مهرب لهم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فاصبر على ما يقولون، ذلك حشر علينا يسير. إن ثم قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، هذا أيضا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا أمره بالصبر، ثانيا أمره بالعبادة، أن يقابل هذه المشاق بالعبادة والصلاة والذكر، ثالثا أن يترقب الوعد الذي لا يتخلف وهو البعث وهو قريب، رابعا أن يعلم أن الله يعلم ما يقولون ولا يخفى عليه ما يقولونه في حقه صلى الله عليه وسلم، أن الله يعلم ذلك ومحيط به ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى، لكنه يمهلهم بحكمة، إما لأن يتوبوا وإما لأن يزيدوا إثما، فهو يمهلهم لحكمتين، إما أن يتوب من يتوب منهم ويرجع إلى الله، وهذا يحصل كثيرا، وإما أن يمهلهم لأجل أن يزدادوا إثما فيكون ذلك أشد في تعذيبهم. وما أنت عليهم بجبار، لا تستطيع إجبارهم على الإيمان، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وأما أنت فعليك البلاغ، عليك البلاغ. وأما قبول الهداية فهو من الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لست عليهم بمسيطر، فلا تملك أنك تجبرهم على قبول الدعوة وعلى الهداية، هذا ليس بيدك ولست مكلفا به، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. أما أنت فعليك البلاغ وإقامة الحجة، إن عليك إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وما أنت عليهم بجبار، تجبرهم على الإيمان، لأن هذا لا تستطيعه وليس ملكا لك وإنما هو لله سبحانه وتعالى، فلا يضيرك إذا لم يؤمنوا، لا يضيرك هذا، أنت أديت الذي عليك وبلغت، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية ليست على الرسول ولا على الدعاة،
وإنما هي بيد الله. وأما الدعاة فإنما عليهم البلاغ والبيان للناس. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس، وكان يتعب نفسه ويشق عليه أنهم لا يؤمنون، فالله طمأنه فقال: لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تأسف عليهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالله طمأنه وقال: لا يشق عليك عدم قبولهم، لأن هذا ليس من شأنك، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت أديت الذي عليك وهو الدعوة والبلاغ. وهذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، عليك بالتذكير. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر بالقرآن، القرآن هو أعظم الذكرى وأعظم التذكير وأعظم واعظ، هو القرآن. ولهذا قال قبل آيات: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فأعظم واعظ وأعظم مذكر هو القرآن، هو القرآن العظيم. ذكر به أي بالقرآن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في خطبة الجمعة، لأن القرآن هو أعظم الذكر وأعظم المواعظ. فالخطيب ينبغي له أن يركز على تلاوة القرآن والإكثار من الآيات في الخطبة، ويختار الآيات المناسبة لموضوع الخطبة، لأن القرآن هو أعظم واعظ وأعظم مذكر. فهذا يدل على أن الداعية والواعظ يكثر من تلاوة القرآن، لأنه أعظم مذكر وأعظم واعظ. من يخاف وعيد، من يخاف هذا الوعيد الذي ذكر في هذه السورة وفي غيرها. فالقرآن ينفع من في قلبه خوف من الله جل وعلا، ينفعه ويؤثر فيه. وأما من لا يخاف الله ولا يرجو ثوابه فإنك تقيم عليه الحجة، تقيم عليه الحجة، لئلا يقول: ما بلغني شيء، لئلا يحتج يوم القيامة بأنه لا يعلم ولا بلغه شيء، فتقام عليه الحجة. فالدعوة إلى الله يحصل بها أحد أمرين: إما هداية من يقبل الهداية، وإما إقامة الحجة على المعاند المعرض. فهذه سورة عظيمة، وكما سبق في أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوتها في خطب الجمعة لما تتضمنه من البراهين والوعظ والتذكير والمنهج الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل. فهي سورة عظيمة،
ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوتها وتدبرها، وأن يكثر من القراءة منها في الخطب والمواعظ وتذكير الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ذكر ابن كثير في تفسيره أن الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتان: قبل طلوع الشمس وهي الفجر، وقبل الغروب وهي العصر. والسؤال: الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس، هل هي الصلاة المعروفة لنا أم هي مجرد الدعاء؟ السؤال يتكون من أمرين: أولا أنه كان هناك صلاة مفروضة قبل ليلة الإسراء، هذا جاء في رواية، نعم ذكر ابن كثير لكنه محل نظر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل، وكان الله قد أوجب عليه قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، ثم نسخ الله أول السورة في آخرها، وهو قوله سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك، الله يقدر الليل والنهار، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي مسافرون، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه. فنسخ آخر السورة أولها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرضت الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وبقي قيام الليل من باب النافلة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فبقي قيام الليل سنة بعدما فرضت الصلوات الخمس. أما أن هناك صلاة مفروضة قبل الإسراء فهذا ليس بمشهور، الله أعلم، إلا إن كان المراد به قيام الليل المفروض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فهي على ظاهرها صلاة معروفة ذات ركوع وسجود وتكبير، إلا هو الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، ما المراد بالموتتين في الآية؟ موتتين اللي قبل خلقه في بطن أمه كان ميتا، كان ميتا لأن النطفة ميتة موات، ثم هذه النطفة يخلق منها الجنين، فهذه حياة من الموت. الحياة الثانية بعثه من قبره يوم القيامة: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فهو كان ميتا في العدم ثم أحيي ثم مات ثم بعث، هذا هو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرى كثيرا في كتب التفسير عندما يمرون على آية فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر أنهم يقولون: إنها نسخت بآية السيف، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا
صحيح من حيث ترك القتال، كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة منهيين عن القتال ومأمورين بالدعوة فقط والصبر، فلما هاجر إلى المدينة ووجد الأعوان والأنصار فرض القتال جهاد الكفار، هذا معناه أنهم كانوا في مكة منهيين عن القتال ومأمورين بالاقتصار على الدعوة والعبادة وذكر الله عز وجل، لأنهم لا يستطيعون القتال في هذه الحالة، فلما استطاعوا القتال بعد الهجرة فرضه الله عليهم. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح ما يقال أن السماء التي فوقنا ليست هي السماء الدنيا، لأن ما بين السماء والأرض 500 عام فلا يمكن لنا أن نراها؟ السماء التي فوقنا هي السماء، من يقول ما هي بالسماء؟ هي فوقنا لكن إنها بعيدة، هي فوقنا لكنها بعيدة، والذي نراه هو الكواكب، نرى الكواكب السرج والشمس والقمر نراها وهي في السماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحكمة من خلق السماوات والأرض في 6 أيام أن يؤخذ من هذا أن الإنسان يتعود على الصبر؟ لا، قالوا يؤخذ من هذا إن الإنسان ما يستعجل في أعماله التي يقوم بها، أنه يتريث فيها ويتقنها، أنه يتقنها في صناعة، في حرفة، في بناء، في أي شيء ما يستعجل فيه، وإنما يتقنه ولو أنه تباطأ فيه، لأن المراد منها من قوله تعالى في 6 أيام المراد تعليمنا على إتقان العمل، تعليمنا على إتقان العمل، وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة، لكنه جزأ خلقها في 6 أيام تعليما لنا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بأدبار السجود الصلوات النوافل بعد الصلوات المفروضة، أم أن المراد هو التسبيح الخاص وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ هذا بيناه، لكن يمكن أن السائل ما سمع. المراد بأدبار السجود بعد الصلوات المفروضة وهي الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من الوعاظ من يأتي بالقصص بقصد وعظ الناس، وقد يكون وعظهم خال من النصوص، ويحتجون بأنه اهتدى كثير من الناس عند سماعهم هذه المواعظ الخالية من النصوص، فما توجيهكم لذلك؟ القصص الخيالي والكذب لا يجوز في الخطب ولا في المواعظ، إنما هذا يستعمله الأدباء في فن الأدب لأجل أن يتعلموا على القصص الأدبي، وأما في الوعظ والتذكير فلا تكون القصص إلا صحيحة، لا يؤتى إلا بقصص صحيحة ثابتة فيها فوائد للناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى تقال أذكار المساء؟ هل تقال بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ وأيهما أفضل؟ إذا زالت الشمس بدأ الذكر المساء، يبدأ من زوال الشمس، فإن أتى به بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب فإنه أتى به في وقته، لكن الأحسن المبادرة في أول الوقت، وأما أذكار الصباح أي عند طلوع الفجر، إذا طلع الفجر بدأت أذكار الصباح. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمسلم أن يقول الذكر ربي أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر وبعد المغرب؟ هذا ورد، لكن الحديث يقولون أنه
ليس بالقوي، حديث ليس بالقوي فيه ضعف أو ضعيف، فإذا أتى بذلك فلا بأس، لأن هذا من فضائل الأعمال، هذا من فضائل الأعمال، فإذا أتى بهذا الذكر وهذا الدعاء فلا بأس. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الأذكار الواردة بعد كل صلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك؟ ما أعرف هذا، ما أعرف الدعاء صحيح هذا، لكن أنه مخصص بعد الصلاة لا أدري. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والسؤال: بعض الأطباء يوصي بأن ينام الشخص 8 ساعات، فهل هذا مضر بالصحة؟ ينام الإنسان قدر ما يستريح جسمه ويستجد نشاطه ثم يقوم، والأفضل أن يقوم ثلث الليل الآخر، هذا هو الأفضل، ثلث الليل الآخر، لأنه وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي ثلث الليل الآخر، وهذا قيام داود عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأيام في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام هي مثل أيامنا هذه؟ هو الظاهر. نعم، هو الظاهر، الله يخاطبنا بالأيام التي نعرفها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وفصلت خلق في يوم كذا كذا وكذا وخلق في يوم، هذا مذكور في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها، تفصيل هذه الأشياء. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القرب من الإمام يوم الجمعة يكون قريب من الله تعالى يوم القيامة؟ وهل هذا خاص بيوم الجمعة أم كل قرب من الإمام؟ هذا ورد في الصحيح أن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة أقربهم إلى الإمام في يوم الجمعة، أقربهم إلى الله في يوم القيامة أقربهم إلى الإمام في يوم الجمعة، وهذا يدل على الحث على التذكير لصلاة الجمعة حتى يحوز على هذه الفضيلة والقرب من الإمام. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن السلف قد حذروا من القصاص الذين يقصون على الناس، فهل من يقوم بإلقاء محاضرات كلها عن القصص مشابهة لما حذر منه السلف، حيث إن بعضهم يقول أن القرآن حث على القصص، وكيف نجمع بين تحذير السلف من القصاص وبين الآية؟ هل قلنا القصص المراد القصص الصحيح الثابت، هذا يذكر في المواعظ والخطب، وأما القصص التي لم تثبت فهذه لا يتابها في الخطب ولا في المواعظ، فهذا هو الجمع بين كون السلف حذروا من القصاص لأنهم غالبا ما يعتمدون على القصص غير الثابت من أجل أن يؤثروا على الناس، يجيبون أشياء وحكايات غير ثابتة وقصدهم بذلك التأثير على الناس، وقد يأتون بأحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها قصص مكذوبة تنسب إلى الرسول، فهم نهوا من أجل ذلك تحاسيا للكذب وترويج الكذب. أما القصص الثابتة، قصص الأنبياء في القرآن، قصص ما ذكره الله جل وعلا أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فهذا يؤتى به للتذكير، تذكير الناس، ولكن يؤتى به بقدر، ما تجعل الخطبة كلها قصص، وإنما يذكر من ضمنها قصة صحيحة ثابتة ويعلق عليها في الخطبة، شيء طيب هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض المفسرين إنه لا دليل على أن الملك الذي ينفخ في الصور أنه إسرافيل، وإنما هو مشتهر عند العلماء أنه إسرافيل، فما مدى صحة كلامهم وما توجيه سماحتكم؟ من هو المفسر اللي قال هذا الكلام؟ هو ثقة معروف
المفسرون أوثق منه وأعرف منه، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، هذا ثابت في الصحيح أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم المداومة على قراءة سورة معينة من القرآن يوميا كسورة البقرة، وذلك للرقية والتحصين من الشيطان؟ تخصيص سورة معينة يوميا لا يحتاج إلى دليل، لكن إذا قرأ الإنسان من القرآن في يومه فهذا يعتبر وردا، وردا من القرآن يراتب عليه يوميا، وينبغي أنه يحزب القرآن من أوله إلى آخره حتى ينتهي منه، ولا يبقى على قراءة سور أو آيات معينة يرددها دائما، وإنما يحزب القرآن من أوله إلى آخره حتى يخلص منه. والذي ورد أنه يقرأ عند النوم آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، هذا الذي ورد، ويقرأ كذلك بعد الفجر وبعد المغرب أيضا آية الكرسي وهذه السور الثلاث، وكذلك بعد كل فريضة يقرأ آية الكرسي والسور الثلاث، لكن بعد المغرب وبعد الفجر يختص، لأنهما تكرر فيهما السور الثلاث ثلاث مرات، أما في بقية الفرائض فتقرأ هذه السور مرة مرة، هذا الذي ورد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهل هذه العلامة ثابتة؟ هذه ثابتة، لكن ما هي بأول العلامات، هذه والله أعلم آخر العلامات، هذه آخر العلامات. العلامات قال العلماء إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامات صغرى وهذه حصلت، وعلامات متوسطة، وعلامات كبرى. العلامات الكبرى مثل ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج الشمس من مغربها والنار التي تحشر الناس إلى الشام، هذه العلامات الكبار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من المفسرين المعتبرين، ولكن يشكل علينا في بعض الأحيان. نعم، شو السؤال؟ يقول: أحسن الله إليكم، الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من المفسرين المعتبرين، ولكن يشكل علينا في بعض الأحيان انفراده في تفسير بعض الآيات، فهل يقال إنها من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها من الإسرائيليات، وهل هي حجة؟ هذا السؤال فيه اختلاط، حين يقول ابن عباس حين يقول إسرائيليات، هذا ما أدري. ابن عباس رضي الله عنه إمام جليل، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يفقهه الله وأن يعلمه التأويل، فهو حجة في التفسير، لكن الشأن في ثبوت التفسير عنه، إذا ثبت التفسير عنه فهو حجة رضي الله عنه لا شك، لكن ما كل ما نسب إلى ابن عباس يكون ثابتا عنه، هذا الذي يحصل فيه البحث، أما ما دام ثبت فإنه حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه ودعا له بأن يعلمه الله التأويل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم ترتيل القرآن للخطيب يوم الجمعة بصوت كصوت الإمام في صلاته؟ هذا شيء جد الآن، يعني الخطبة والوعاظ إذا جاءوا على الآية رتلوها وجودوها بالتجويد والمدود والغنة وما أدري كيف، هذا تكلف، هذا تتلف،
في فرق بين قراءة التلاوة هذه تجود وقراءة الاستشهاد بالآية هذه ما تحتاج إلى ترتيل. إذا رتلتها ربما إن الناس ينسون الكلام الذي قبلها فقراءة الاستشهاد لا ترتل. نعم هي تقرأ مجودة من اللحن المخل بالمعنى، أما التجويد هذا شيء ثانوي وهذا محله التلاوة ما هو محله الاستشهاد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمسلم أن يجهر بأذكار ما بعد الصلوات المفروضة؟ نعم، الجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضة هذا من السنة، وكان ابن عباس رضي الله عنه لأنه طفل صغير يقول: ما كنا نعلم انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بسماع الذكر، فإذا سمع الناس يرفعون أصواتهم بالذكر هذا دليل على أن الصلاة انتهت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم القصص التي جاءت عن بني إسرائيل والتي ليس فيها معارضة لشريعتنا، فهل يجوز للخطيب أن يورد بعضها في خطبة الجمعة؟ المهم أن الخطيب يعتمد على الصحيح، على ما صح سنده، سواء كان من قصص من قبلنا أو كان من قصص هذه الأمة، فالمدار على الصحة. والوارد عن بني إسرائيل قسموه كما قسمه ابن كثير في أول التفسير إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بتصديقه فهذا يقبل، وقسم جاء شرعنا بتكذيبه فهذا يرد، وقسم سكت عنه شرعنا فهذا هو محل الخلاف، هذا لا يصدق ولا يكذب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فهذا يتوقف فيه، الذي لا يعلم أنه كذب ولا يعلم أنه صحيح هذا يتوقف فيه، لا يكذب ولا يصدق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، السؤال: هل هو خالد مخلد في النار مع المنافقين والكفار حتى لو اقتص منه في الدنيا وأخذ جزاؤه؟ القاتل ليس مخلدا في النار ما دام انه من أهل الإيمان، ولو كان قاتلا فإنه لا يخلد في النار، لأن القتل عمدا عدوانا لا يخرج من الملة، ولكن عليه وعيد شديد ولا يخرج من الملة، وإذا عذب في النار فإنه لا يخلد فيها. وقول خالدا فيها ما قال خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها، والمراد بالخلود هنا المكث الطويل، المكث الطويل لا المكث الدائم في الباقي، وإنما هو مكث طويل، أي أنه يمدد في عذابه في النار ويتأخر خروجه من النار والعياذ بالله. وعلى كل حال هو مؤمن، وإن عذب في النار فإنه يخرج بإذن الله إلى الجنة، فنهاية أمره إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: فاصبر على ما يقولون، هل صحيح أن آيات الصبر والكف عن أذية الكفار وقتالهم نحن مأمورون بها في هذه الأيام بسبب ضعف الأمة الإسلامية في التوحيد واختلافهم، أم أننا مأمورون بقتال الكفار على أي حال؟ لا، لسنا مأمورين بقتال الكفار على أي حال، بل نقاتلهم إذا كان عندنا استطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فنحن نقاتلهم إذا كان عندنا استطاعة على قتالهم، أما إذا لم يكن عندنا استطاعة فإننا لا نقاتلهم قتال طلب، قتال طلب وغزو، وإنما نقاتلهم قتال دفاع إذا هجموا على بلاد المسلمين نقاتلهم دفاعا عن بلدنا، دفاعا عن بلدنا وحرماتنا، قتال دفاع. أما قتال الطلب فلا، إلا مع قوة المسلمين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن طلاب في السكن الجامعي داخل الرياض، وقد انقطع علينا الماء على الجامعة كلها، فهل يجوز لنا التيمم؟ لا، ما يجوز لكم التيمم، أنتم وسط بلد، تطلعون وتوضون من المساجد اللي حول الجامعة، أو تجيبون من الوايتات اللي تنقل الماء تطلبون يجيكم، فأنتم باستطاعتكم الحصول على الماء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الذكر الذي يقال بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، متى تقال؟ هل تقال بعد الاستغفار مباشرة أم بعد إتمام الذكر؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: في الذكر الوارد بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل يقال بعد الاستغفار أم بعد إتمام الذكر؟ أنا كما سبق لكم أنه يستغفر 3 مرات بعد السلام مباشرة، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتهليلات 10 بعد الفجر وبعد المغرب، وأما بقية الصلوات فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الجمع بين القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بأن النوافل المطلقة لا ينبغي المداومة عليها حتى لا تلتحق بالرواتب، وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة، مثل قول وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. هذه مخصصة، هذه مخصصة، ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليه إنه مخصص من النهي عن المداومة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ترك لنا والدي رحمه الله محلات تجارية فنجمع آجار هذه المحلات وقد يحول عليه الحول ونحن لم نقسمه، فهل عليه زكاة إذا حال عليه الحول قبل القسمة؟ كل من يزكي نصيبه، نعم، كل من الورثة يزكي نصيبه من هذا المال إذا قبضه، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نسي صلاة العصر ولم يذكرها إلا وهو يصلي المغرب جماعة خلف الإمام، فماذا عليه؟ عليه أنه يخرج من المغرب ويصلي العصر أولا ثم يصلي بعدها المغرب، لأن الترتيب واجب، وقد ذكرها قبل أن يخلص من صلاة المغرب. أما لو أنه خلص من صلاة المغرب ولا ذكر إلا بعد ما سلم من المغرب فإنه يصلي العصر ويسقط الترتيب بنسيانه، لكن هذا ذكرها وهو يصلي فيخرج منها ويصلي العصر أولا ثم يدخل في العصر من أجل الترتيب، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في لبس الرجال للذهب الأبيض وهل له أحكام الذهب المعروف؟ ما فيه الذهب الأبيض، ما هو ذهب أبيض، هذا معدن من المعادن النفيسة، ولم يأتي النهي إلا عن الذهب، فما كان ذهبا فالحكم معلق به، وما كان غير ذهب فإن الأصل الإباحة في لبسه، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز صلاة الجالس على الكرسي وهو في الصف الأول ولكن بينه وبين المصلين فرجة كبيرة بمقدار 3 مصلين تقريبا؟ الصلاة تصح، لكن ما يجوز أن يجعل في الصف فرج، يجب على المأمومين أن يلتحموا صاحب الكرسي وغيره، ما يكون بينهم فضاء، لكن لو كان فيه فضاء وانقطاع فالصلاة صحيحة مع الإثم، نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت صلاة العشاء وأنا مسافر خلف من يصلي المغرب، فهل يجوز لي القصر والحالة هذه؟ لا ما يجوز لك القصر، لأن تصلي خلف صلاة غير مقصورة فتكمل الصلاة، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالصابئين الذين ورد ذكرهم في بعض الآيات؟ الصابئين الصبع المراد به الخروج، مراد به الخروج من الدين سواء كان دينا حقا أو دينا باطلا، فالصابي هو الخارج من دينه، فإن كان الدين الذي خرج منه باطلا فخروجه صحيح، كان خرج إلى الإسلام دينه صحيح، لخروج صحيح لأنه من الكفر إلى الإسلام، أما العكس وهو الخروج من الدين الصحيح إلى الكفر فهذا باطل، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فضل لمن مات يوم الجمعة أو ليلتها؟ لا أعلم شيئا في هذا، لكن يوم الجمعة وليلة الجمعة فيهما فضل، الله أعلم، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أثناء أداء الصلاة مع الجماعة شككت في خروج غازات مني بحيث لم يخرج ريح ولا صوت واضح للغازات، ثم أتممت الصلاة مع الجماعة، هل فعلي صحيح وماذا يلزمني؟ نعم، فعلك صحيح والأصل الطهارة، ولا تخرج إلا بيقين حصول ناقض الوضوء، أما مجرد الشك فإن وضوءك باق وصلاتك صحيحة والحمد لله، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هذه امرأة دائما في مشاكل مع زوجها، ثم قام زوجها بالزواج من امرأة أخرى، فقامت الزوجة الأولى بالخروج من بيت زوجها بدون إذنه، فهل فعلها صحيح وما كفارة ذلك إن كان عملها خاطئ؟ هذه مسألة قضائية، نزاع بين زوجين، مسألة قضائية يرجع فيها إلى المحاكم، لكن إذا كان خروجها من بيته لسبب وهو مقصر في حقها فإنها معذورة، أما إذا كان لم يقصر في حقها فخروجها معصية ولا يجوز لها ذلك، مجرد مع امرأة ثانية هذا ما هو بعذر،
للمسلم أن يتزوج أربع نساء، هذا حق له ما دام أنه قام بالعدل، هذا حق له وليس عليه لها عليه حجة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المنتشر الآن في أوساط الشباب أنهم إذا أرادوا دعوة الشباب المفتونين بالشهوات فإنهم يعطونهم الأشرطة المليئة بالنكت أو القصص والحكايات، محتجين بأنها أجذب لهم وأحب إليهم من غيرها وأشد تأثيرا فيهم، فهل هذه الطريقة في الموعظة صحيحة؟ لا، هذه مخالفة لما قال الله جل وعلا: وسمعتموه قريبا، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكير يكون بالشيء الصحيح الثابت من القرآن والسنة، ألا يكون بالحكايات والمضحكات وغير ذلك. ومنهج الدعوة معروف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وسار عليه. نأخذ سيرة الرسول في الدعوة ونمشي عليها، هل فيها مثل هذه الأمور؟ ما فيها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الأخذ من العنفقة أو ما حولها؟ هذا من اللحية، ما يجوز الأخذ من العنفقة، من اللحية لا يجوز الأخذ منها، وإنما الأخذ من الشارب فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل بلغ من العمر 70 سنة ويقول إنه لما كان في صغره كان يسرق بعض الحواشي فكانت تموت عنده وباعها. نعم. يقول أحسن الله إليكم أنه كان يسرق بعض الحواشي، يعني صغار الإبل، ها؟ إيه؟ يقول فكانت تموت عنده وباع بعضها وهو الآن تائب، فما الحكم؟ هل التوبة تكفي أم يلزمه الضمان وهو الآن لا يعرف أصحابها؟ هذه حقوق مخلوقين ما يكفي فيها التوبة، لابد من أدائها إلى أهلها، فإن كان يعرفهم أو يعرف ورثتهم إن كانوا ميتين فإنه يدفع قيم هذه الإبل الصغار إلى أصحابها أو ورثتهم إلا إن سامحوه عنها. أما إذا كان لا يعرفهم ولا يمكن أن يتوصل إليهم فإنه يتصدق بثمنها على نية أن الأجر لأصحابها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم دخول غير المسلمين حرم المدينة النبوية؟ لا بأس، لا بأس أن يدخلوا، إنما منعوا من الدخول في الحرم المكي، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما حرم المدينة فإنهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، في مسجده، فإذا دخلوا لا، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أراد شخص أن يتزوج وصرح للولي وللمرأة، بأن عنده نية طلاق ولكنه لم يحدد المدة ولم يسجل ذلك في العقد، فهل يكون ذلك زواج متعة؟ إذا كان معلنا ومتفقين عليه فهو متعة. نعم. إذا كان معلنا واتفقوا عليه أنه بنية الطلاق فهذه متعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: البعض يقول أن الله كتب عليه الشقاء وعدم الهداية، فما الرد على ذلك ولمن يقول أن هذا مكتوب عليه؟ الله كتب عليك لكنه أمرك بالتوبة ويسر لك الطريق وبين لك، فإذا تركت هذا فأنت الذي فرطت، أنت الذي فرطت، فاللوم عليك لأنك أنت الذي فرطت، وأنت تقدر على التوبة وعلى العمل الصالح وعلى ترك المعاصي، أن تقدر على هذا وعندك عقل وعندك بصيرة ومعرفة وتمييز، لماذا ما تقول القضاء والقدر أتكل عليه ولا أطلب الرزق ولا آكل ولا أشرب ولا أتزوج؟ لماذا إذا أحد اعتدى عليك تطالب بالقصاص والانتقام ولا تقول هذا قضاء وقدر؟ يعني ما تحتج بالقضاء والقدر إلا في العبادات والطاعات؟ هذا من الهوى والكذب على الله وعلى رسوله. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قام الشخص للوضوء ورجع إلى الدرس، نعم، يقول أحسن الله عليكم: إذا قام الشخص لكي يتوضأ ورجع إلى الدرس، فهل يصلي ركعتين أم أنه